حرف اليوم ما هو حرف اليوم؟ حرف النون. إذا حرف النون لدينا هذه العلبة وهذا الدلو فيهما الكثير من الحروف، ولدينا دلو آخر وعلبة أخرى فيهما الكثير من الحروف. سأعطيكم أحجية ومن يستطيع أن يكتبها على اللوحة يصعد ليشكل الكلمة على السبورة، وكي مسابقة ما بين تلميذين. إذا نستمع جيدا، هذه الكلمة تدل على وسيلة من وسائل السفر القديمة، الآن لا يسافر فيها الإنسان، ولكن في القديم كانت تعتبر وسيلة ترفيه وسفر، وهذه الوسيلة جوية عبارة عن بالون كبير يسير بالحرارة ويركب فيه شخصان أو ثلاثة على الأكثر. بسرعة، يلا يلا يلا، أولكم من يجد الكلمة؟ طيب نجم الدين عبد المجيد الصبورة، ما تقولونهمش، أحسنتي. كم؟ يلا أروني أروني، ما هي الكلمة؟ خمسة فقط، خمس كلمات، خمس تلاميذ استطاعوا أن يكتبوا الكلمة صحيح. إذا تبقي دعاء، تبقي في العلبة، وتبقى مجيد مع العلبة والدلو. يلا أفرغوا ما يوجد في الدلو والعلبة وحاولوا أن تكتبوا بسرعة الكلمة على السبورة. يلا يلا بسرعة بسرعة بسرعة، أفرغ بسرعة 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 بسرعة. يلا ابحث عن الحروف، يلا بسرعة 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 بسرعة، يلا يلا بسرعة. الكلمة، من يجد الكلمة بسرعة بسرعة بسرعة؟ مازال مكتوب حتى حرف عبد المجيد. يا بسرعة، يلا يلا دعاء. يلا دعاء بسرعة. جيد، يلا يلا أحسنتي. أساعدك؟ هاو هاو، يلا نساعدك كيف نساعدك. يا ربي يا ربنا يا ربنا، أين الحرف أين الحرف؟ يا ترى الحرف. بسرعة 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 بسرعة. جيد 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 جيد، من يكمل أولا؟ لا ليس الآل، ألف، نحي الهمزة، نحي الهمزة، انزع الهمزة. ماذا ينقص؟ يلا بسرعة، أحسنت دعاء. دعاء أكملت كل الحروف. أقرأ الكلمة دعاء. منطاد. ماذا ينقص؟ ماذا ينقص لديك؟ الدال. أين الدال؟ أين الدال؟ أمامك منطاد على السطر على السطر. يلا الكلمة الثانية.